علشان نكمل كلامنا على الملف الرئيسي ألا وهو الأمن الغذائي، خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، ويمكن كان موجود النهاردة في هذا الحدث الهام، وكنا بنتكلم على مسألة إنه إزاي يبقى في عندنا مجمع بهذا الشكل. هذا المجمع يضاهي المجمعات العالمية. اللي احنا فهمناه من الحديث إنه هذا المجمع ترتيبه بياخد تصنيف 3 وإنه أعلى تصنيف 4. طيب يعني إيه بقى الكلام ده ومستقبل ده في مصر إيه؟ دكتور محمود، اهلا 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 بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ يوسف، مساء الخير. مساء النور، مسهرينك يا فندم، معلش اعذرني. المذيع رغاي حبتين الظاهر ولا ايه؟ حضرتك كمان سهران وصاحب بالفجر يعني، وكله بصراحه يعني. ما يعني احنا غالبا من 2014 ما حدش بينام ولا ايه؟ دكتور محمود، احنا طبعا مش متخصصين، وحضراتكم دايما اهل الاختصاص واهل العلم. لما كنا بنتكلم النهاردة عن المجمع والرئيس قال ده تصنيفه 3 وانه اعلى تصنيفات بتبقى 4، الكلام ده معناه ايه؟ وده بيخليني اخدها على نظرة برضو اكتر اتساعا. احنا مستقبل مثل هذه المشروعات من الناحية البحثية العلمية إيه؟ وقدراتنا بحثيا في أي مستوى؟ ومحتاجين نزود إيه؟ والله يا أستاذ يوسف، يعني بصراحة اللي بيحصل في الفترة الأخيرة يعني حاجة غير مسبوقة، وكنا دائما وأبدا، وأنا واحد من الناس دول يعني بيشتغل في البحث العلمي من فترات طويلة طبعا، كنا بنشتكي وبنتباكى من قلة الإمكانيات وعدم الدعم السياسي لمنظومة البحث العلمي في مصر، وان البحث العلمي يعني ما هوش اولويه. ده كان كلام حقيقي كان موجود للاسف. كنا بنقول كده دايما، وانت حضرتك عارف، وديك يعني حد في علوم القاهره عارف الدنيا كده. اخويا الكبير هاني بالظبط كده، استاذ رياضيات بجامعه القاهره بكليه العلوم بالظبط كده. حقيقي لما تيجي تشوف النهارده يعني دوله بتعمل مشروع ضخم، وزي ما حضرتك قلت ووضحت هو مشروع صناعي بالدرجه الاولى، هي صناعة إنتاج اللحوم، صناعة إنتاج اللحوم بقى أو الألبان بدايتها من استنباط السلالات، سواء كان محليا أو استيراد أو تهجير ما بين المحلي والمستورد، ثم صناعة الأعلاف، ثم صناعة الألبان، فهي مجموعة من الصناعات المتكاملة مع بعض، وصناعة قوية جدا متقدمة جدا. أول حاجة مكسب من وجهة نظري من المشروعات الضخمة اللي احنا بنشوفها دي، غير الهدف المباشر بتاعها اللي هو توفير الغذاء والامن الغذائي زي ما حضرتك عارف، وخلق فرص عمل وعماله لالاف من الشباب الخريجين من كليات الطب البيطري والزراعه والعلوم وغيرهم، هو مشروع الدوله المصريه اصبح عندها القدره والامكانيات الفنيه انها تنشئ مثل هذه المشروعات. يعني تخيل لو انت عايز تعمل المشروع ده في دوله ثانيه، هتجيب خبراء اجانب وهتجيب تكنولوجيا مستورده، هتعمل كل حاجه بواسطه خبراء اجانب. فصناعة توطين صناعة إنتاج اللحوم الحمراء في مصر بهذا الكم والمشروعات العملاقة ده بحده يعني نجاح كبير جدا، نشكر عليه الخدمة الوطنية والصناعة الوطنية الأخرى المتعاونة معاه. حضرتك اتكلمت بقى عن المعمل ومستواه وتصنيفه. أيوه، دي نقطة جديدة كمان أستاذ يوسف. يعني مثلا كنا طول عمرنا برضه نقول البحث العلمي في الخارج ووزارات البحث العلمي في الخارج والدوله الفلانيه بتخسر 4% من الدخل القومي للبحث العلمي والى اخره يعني. وكنا دايما بننسى ان البحث العلمي في الخارج بيعتمد بدرجه كبيره جدا على الصناعه والصفات الصناعه ومساهمه الصناعه في موازنته. وده اللي بدا السيد الرئيس يوجه بطريقه مباشره، ودي حاجه بالنسبه لنا غير مسبوقه، حاجه تاريخيه يعني، ان الدوله وهي بتفكر تنتج مصانع ضخمة بهذه بهذا الحجم، تفكر انها كمان تنشئ في نفس المصنع اكبر مراكز التصوير والتصوير بهدف المساعده على تطوير هذه الصناعه والاستمرار وزياده قدرتها التنافسيه والابتكار الى اخره. ولو كنا اتبعنا هذا الاسلوب من زمان في الصناعات الكبرى اللي كنا بنتكلم عنها بقى، يعني مش عايز اذكر الصناعه بعينها، ما كنتش حصلنا اللي حصلنا فيه في قطاع الاعمال. مظبوط كده خالص يعني. مظبوط. وده السلوك ده بتتبناه الشركات العملاقه حول العالم، هتلاقي دايما عندهم مراكز البحوث والتطوير. صح. دايما بتحلوا مشاكلهم، دايما في ربط بين الصناعه والبحث العلمي في موقع على خط الانتاج،
بدل الجزر المنعزله ودول في وين، يعني البحث العلمي في وين والصناعه في وين. فهي مكاسب لا تعد ولا تحصى. انا يعني بجد سعيد جدا كواحد من مجتمع البحث العلمي ومقرر الشوط السيد الرئيس ورساله الشكر من كل مجتمع البحث العلمي على اهتمامه وعلى دعمه. بالنسبه للمعمل اللي حضرتك شايفه ده استاذ يوسف، ده المعامل بتصنف هو معمل طبعا متعدد الاهداف والاستخدامات. يستخدم في البحوث البيطريه وبحوث الانتاج الحيواني، ويستخدم في بحوث الصناعات الغذائيه والادبان والاعلاف وترصد الامراض الوبائيه. الامراض الوبائيه باختصار كده المشتركه اللي هي ممكن تصيب الانسان والحيوان. وطبعا وكورونا ليست بعيد عنا يعني كنموذج لهذه المغارة. انت مش ممكن يعني تتعرف وتشخص وتطور صناعه الاطباق او علاج او مكافحه لاي مرض وبائي بدون ما تعرف ايه هو المسبب المرضي. وعشان تعرف ايه هو المسبب المرضي لازم تعزله، ولازم تعزله في ظروف عزل وامان حيوي كامله جدا جدا جدا. لا يجوز ولا يحق لك ولن يسمح لك العالم انك تشتغل على كائنات تسبب الامراض عاليه الخطوره في معامل غير مجهزه. واحنا كلنا يعني شفنا حكايات اثناء كورونا والاتهامات المتبادله واني معمل ومش اني معمل، الحاجات اللي حضرتك عارفها دي كلها. فاللي انا عايز اقوله باختصار يعني عشان الساده المستمعين ان هذه المعامل مجهزه باعلى وسائل الامان الحيوي اللي تسمح بالتعامل مع كائنات مسببه للامراض تصيب الانسان والحيوان او عابره للحدود او منقوله بالهواء، وبالتالي تشخيصها وتعريفها وبالتالي وضع خطه للتعامل معها. هو ده باختصار يعني. طيب دكتور محمود، يمكن دايما بيجي على بالي من زمان بصراحة، من وقت الدكتور أحمد مستجير الله يرحمه، وده في رأيي طبعا أنه كليات الزراعة في مصر كليات مغبونة الحق، دي لازم تبقى من كليات القمة يعني. هل إحنا في مصر، هنا بقى أنا بكلم دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي المصرية، ودي قلعة وهو أمر لو يعلمون عظيم يعني، هل أنا في مصر عندي أبحاث متعلقة بالعزل الجيني أو التحفيز الجيني علشان بقى بحسن سلالات متعلقة بسلالات حيوانية أو طيور ودواجن وما إلى ذلك، فهذه قد تؤدي إلى المزيد من تكوين الأنسجة العضلية إلى لحوم، ودي تؤدي إلى المزيد من إضرار الألبان، دي تقلل تقليل حجم تكوين الدهون في أجسام الحيوانات، يعني هل نوع ده من الأبحاث موجود عندنا في مصر؟ نعم موجود، ولكن متقدم في مجال الانتاج الزراعي اكتر. يعني الانتاج الزراعي كانتاج النبات خلينا نقول طبعا. يعني ليه بقى؟ لان كل التجارب المتعلقه بالهندسه الوراثيه والبايوتكنولوجي هي يعني كل ما كان الكائن اللي انت بتجرى عليه الدراسات ابسط، وكل ما كانش عليها يعني محاذير اخلاقيه في التعامل معاه كل ما كان الموضوع اسهل. فدايما هتلاقي العالم كله يعني تقريبا النباتات المهندسه الوراثيه والاغذيه اللي جايه من النباتات المهندسه الوراثيه منتشره في كل انحاء العالم يعني. لكن عندما تتحدث عن حيوانات مخوره وراثيا او مهندسه وراثيا او حتى تدخل بالهندسه الوراثيه في الانسان وهو موجود وقائم، بيبقى شويه القبول المجتمعي يلبس اظرف حاجه في الدنيا، وبيبقى في مخاوف اخلاقيه وكده. فاحنا عشان اجاوب على سؤال حضرتك بطريقه مباشره، عندنا الخبراء والعلماء اللي هم متخصصين في الهندسه الوراثيه. ومصر وكان معانا مع حضرتك معالي وزير الزراعه يعني بنشكره على مجهوده الجبار، وبصراحه يعني حاجه يعني الواحد يفخر بيها يعني. عندنا مركز بحوث زراعيه عندهم علماء وخبراء ونجحوا بالفعل في انتاج نباتات مهندسه وراثيه اكثر تحملا للجفاف ومقاومه للافات، وتم تجربها والى اخره. وتوقفت عند هذا الحد لان ما كانش فيه في الوقت ده تشريع يسمح بتداول النباتات المهندسه الوراثيه في مصر. الخلاصه ان المعرفه والمعارف والعلماء موجودين، البنيه البحثيه موجوده. في المشروع بتاع الانتاج الحيواني بالتحديد احنا بنتكلم على حاجه امنه جدا جدا جدا، يعني مش هنخش في المسار اللي هو فيه نوع من الديبيت. لا احنا داخلين على مساله تهجين سلالات عشان نطلع فصائل افضل. بالظبط بالظبط. في سلالات ابقار مستورده من الخارج انتاجيتها عاليه جدا جدا جدا، وفي الابقار والسلالات المصريه انتاجيتها قليله لكن مقاومتها للظروف البيئيه المصريه اكبر بكثير جدا.
فانت هتهجم ده مع ده عشان تاخد من السلالات المصريه تحملها للظروف البيئيه المعاكسه اللي هي مش موجوده في اوروبا او في الدول المنتجه للسلالات عاليه الانتاجيه، وهتاخد من السلالات المستورده صفات الخاصه بالانتاج الوفير، وهيبقى عندك نوع حاجين، ودي تجارب طبيعيه بتحدث في الطبيعه، وده المعمول بيه عند الفلاحين حتى يعني. بالاضافه الى استخدام بقى الطرق العلميه الحديثه في اعمال الاخصاب الزراعي، الاخصاب الصناعي او التلقيح الصناعي او زراعه الاجنه، عشان نسرع من برامج التربيه، واخد بالك كده، واستخدام الهندسه الوراثيه والكشف عن الجينات عشان نعرف الصفات دي على اساس جيني بصوره يعني مبكره جدا جدا يعني. عظيم جدا. فده البرنامج اللي ان شاء الله تتبناه الدوله في الفتره اللي جايه باذن الله. يا مسهل الحال، ونضم صوتنا لصوتك انه يجب بالمناسبه انه المستثمرين الكبار يعملوا عمليه دعم للبحث العلمي عن طريق ان كل منشاتهم الصناعيه لازم يكون فيها معامل لتطوير صناعاتهم المختلفه ايا كان نوع الصناعه، ده اللي بيحصل بره. لا زالت المساله دي بعيده حبتين عن ثقافة المستثمر المصري، مش عارف ليه يحب يكسب بس ما يكسبش يعني، بس ماشي الحال يعني هنتفاهم. دكتور أنا متشرف جدا 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 بالمكالمة، وأتمنى أن احنا نتقابل قريب في قريب عاجل، ونيجي لحضراتكم كمان في الأكاديمية ونقابل حضرتك. شكرا ليك يا دكتور. شكرا لك، كل الشكر. دكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي.